ميكروفون بالذكرى 48 لذكرى المسيرة الخضراء، المسيرة المدصرة، مسيرة التنمية، مسيرة الإنجازات، مسيرة الحضارة، مسيرة أمة استطاعت أن تخطف الأضواء لتؤكد العالم بأن المملكة المغربية قادرة دائما على رفع التحدي وتحقيق كل الإنجازات وفي كل الظروف إن شاء الله. اليوم كما قلنا هذا التفاعل كبير ودرس كأس مدينة عيون عندنا في الميدان على الاحتفالية الوطنية الخالصة وفي حدث رياضي مارس اسمه الاسطول العود. نذكر بأن بعد حدث ستصل المسيرة الوطنية لتبيد بالعمل الجبان لجبل تدور العار بمدينة الصارة، واليوم أجمل الصورة الوطنية ستقدم هنا من ساحة المشوار للعالم بأن الشعب المغربي ملكا حكومة وشعبا من أجل قضية وطنية أولى، قضية الصحراء المغربية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم 5 نوفمبر شباب الساق الحمراء لألعاب القوى كينظم نصف ماراطون العيون الدولي اللي الآن وصل النسخة 23 هذه السنة ولله الحمد والشكر. هذه النسخة اللي هي نسخة متميزة، أولا لأنها تجرف والشعب المغربي كله كيحتفل بأعياد بعيد المسيرة الخضراء المظفرة، إضافة إلى حدثين قاريين اللي هما حصولنا على تنظيم كأس إفريقيا 2025 وتنظيمنا لكأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. هذه السنة كي قلت لكم على أن النسخة كتشهد مشاركة وازنة لا من حيث العدائين الدوليين ولا من حيث العدائين الوطنيين، بحيث أنه تواجد معنا اليوم بطلة العالم هي اللي جارية 21 كيلومتر صنف النساء، ويتواجد معنا أيضا عدائين قويين، واحد من إريتريا واحد من إثيوبيا، كل منهم حاصل في الأسبوع الفارط على نصف ماراطون بورتو ونصف ماراطون ليل بطبيعة الحال، بالإضافة إلى العداء الوطني اللي كان حقق ماراطون الرباط، نصف ماراطون الرباط الأسبوع الفارط. كوكبة من العداء الممتازين يتوفرون على أرقام جيدة، السباق حامل وطيس كما تلاحظوا أن النقل المباشر، يعني هناك نقل مباشر الأطوار السباق، كنشوفوا بأن هناك أمل إن شاء الله أنه الرقم يتم تحطيمه اليوم إن شاء الله. تمنوا أنه النسخة تمر في ظروف جيدة. نشكر من خلالكم كل يعني رجال الصحافة اللي حضروا معنا واللي غطوا هذه النسخة، يعني من أجل التسويق لها ومن أجل تسويق المدينة العيون وما وصلت إليه من منجزات ولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم فاطمة زهراء الكردادي. الحمد لله اليوم أنا جيت سعيدة وفخورة بتواجد ديالي بمدينة العيون هذه السنة كتكريم ليس كمشاركة، لأنني شاركت في الدورة 2018. الحمد لله كنبغي نشكر اللجنة المنظمة على هذا التكريم وهذا الاستقبال، وعلى مدينة العيون على هذا الاستقبال الكبير اللي حدث به من طرف الناس ديال الساكنة. وكنتمنى نصف ماراطون دولي العيون التألق والدخول للتصنيفات العالمية إن شاء الله في السنوات المقبلة، لأنه فعلا كيستحق نظرا لأنه وصل الدورة 23، وهذا ماشي بالأمر السهل، كيتطلب بعد المجهودات. وكنا إن شاء الله أن ماراطون نصف الدولي للعيون يدخل للتصنيف العالمي إن شاء الله لأنه كيستحق. وكنبغي نشكر اللجنة المنظمة اللي ساهرة على التنظيم الجيد والمحكم للسباق، وكنتمنى اليوم النجاح من دورة لدورة. Today is very good for me. I want to run very well. I want to go to 15 kilometers. I want to break in bush. I want to very well. I want next day is coming for this race. My name is Emily Chebet from Kenya. My first time to come to Lyon to run half marathon, but I'm thank God to win the Lyon. I'm very happy to come to Morocco. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم، كنتشوم بعسرية من مدينة أسازاك. صراحة أنا اليوم فرحانة بعد الفوز ديالي تروانزيام بلاس، واخا كانت المنافسة قوية بيني وبين إثيوبيا والكينيا، والحمد لله أنا راضية بهاد الرتبة. هاد الفوز ديالي كنهدي الزوج ديالي حشدة في عبد القادر، وكنهدي الكولونير ديالنا مستحسين، وكنهدي الأم ديالي والإخوان ديالي اللي في مدينة أسازاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابراهيم خليفه، مدينه زلال. الحمد لله كانت مشاركه ديالي في نصف ماراثون مدينه العيون هذه المره الثانيه، والمره هذه المره هذه كانت ممتازه بفضل المشاركه ديال الجهود العدائيه المغاربه والافارقه، والحمد لله بفضل التدريب والمجهودات اللي تنقوم بها استطعت نفوز بالمرتبه الثالثه. كانت منافسه قويه ما بين العدائيه الافارقه وكذلك المغاربه، وبفضل المجهودات والتدريب اللي تنقوم بها استطعت نفوز بالمرتبه الثالثه. وكنبغي نشكر الناس ديال العيون والسلطات اللي سهروا على انجاح هذا العرس الرياضي الممتاز، وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.